أجرت موفدة التلفزيون المصرية ليندا عبد اللطيف لقاء خاص مع رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة سحر الجبوري، نتابع هذا اللقاء. ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذة سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني حضرتك كنت إحدى المتحدثات في الجلسة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضرها تحت عنوان المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات. عايزين نعرف دور الأونروا فيما يتعلق بهذا الشأن. الأونروا وكالة إنسانية، هي أقدم وكالة إنسانية في الشرق الأوسط أو في المنطقة عموما، وهي قصة نجاح استمرت 72 عاما، تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية، وأيضا في حالات الطوارئ وتصحيح المخيمات وغيرها. في خلال الحرب على غزة في شهر مايو المنصرم، لجأ ما يربو عن 70,000 نازح في 59 مدرسة تابعة للوكالة، وفقد منهم 8,000 شخص مأواه. الوكالة عملت إعادة تقييم سريع للأوضاع بعد الحرب، ومن خلال نظام دولي أوسع، وضعت خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي السريع من آثار الحرب. بناء على هذا ركزت على اللاجئين الفلسطينيين اللي فقدوا منازلهم أو تضررت منازلهم بشكل أو بآخر، راح ممكن يكون ضرر كبير أو جسيم أو طفيف، بحيث أعانتهم على إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك منشآت الوكالة نفسها تضررت في خلال هذه الحرب، فعملت أيضا على إعادة إعمار منشآتها وترميمها. ونتيجة كما تعلمين الوضع في غزة وضع إنساني حرج، فهم بين نار الحصار وبين نار الحروب، أضيف إليها براثن الجائحة التي يدهمت. فلذلك الوكالة قدمت لهم، عملت على تخفيف العبء الإنساني، تقديم مساعدات غذائية وإنسانية ونقدية. يعتمد الآن 1.4 مليون لاجئ فلسطيني داخل القطاع على المساعدات من الوكالة. عارفة سكان غزة هم مليونين، أكثر من مليون شوية، فيعني نسبة كبيرة من سكان غزة هم أصلا لاجئين، فاعتمادهم على الوكالة اعتماد كبير. زيادة هشاشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، زيادة أعدادهم، زيادة احتياجاتهم الإنسانية، شكلت عبء على الوكالة، لكن الوكالة تعول على المجتمع الدولي في أنه يعطيها ما يكفي من أموال وتكون مستدامة ويمكن التنبؤ بها، لكي تتمكن من أداء مواصلة أداء خدماتها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. عايزين نتكلم مع حضرتك أكثر عن أبرز التوصيات اللي جاءت بها الجلسة. يعني ما طلبته أنا كممثل للوكالة هو مساعدة الدولة المصرية من خلال مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار القطاع، في مد يد العون للوكالة من خلال بناء فصول جديدة في مدارسها القائمة، وذلك لكثافة الطلاب داخل هذه الفصول وعدم قدرتنا على التوسع، وأيضا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال في مشاريع إعادة الإعمار، والوكالة مستعدة تيسر لهم ربط اللاجئين اللي باحثين عن العمل مع الحكومة. Thank you so much. ميرسي جدا لحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتونا. يعني مشاهدينا، كانت معنا الأستاذة سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة. شكرا ليندا عبد اللطيف، وشكرا لضيفتك الكريمة.